نطالب الدولة ونطالب وزارة الثقافة والمؤسسات الخصوصية برعاية هذا المهرجان، مهرجان ليالي المتح الذي يعتبر أهم مهرجان ثقافي سنوي في موريتانيا. هذا المهرجان الذي يحتفي بهذه ثقافة المتح النبوي الشريف، وهذه الثقافة تعتبر ثقافة أصيلة في الثقافة الحسانية وفي الثقافة الموريتانية عموما. النقطة الثانية، نطالب بالبقاء على هذا الفضاء وايضا بامكانه اعتبار هو اهم فضاء ثقافي في موريتانيا، فضاء لهذا النوع من المهرجانات التي تشجع الثقافه المحليه، مهرجانات سينمائيه كذلك. بدل الدوله كان عليها بدل ان تفتح فضاءات اخرى ان لا تغلق هذا الفضاء الذي يعتبر من اهم الفضاءات الثقافيه في موريتانيا. وشكرا.